ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في فقره غالب ولا مغلوب. كابتن سيد، احنا عايزين نخرج بقى بره دايره الاداره والكوره ونتكلم شويه عن كابتن سيد بقى في حياته الشخصيه. تمام. الجانب الاخر من كابتن سيد عبد الحفيظ. عندك ايه مواهب تانيه غير الكوره؟ لا مفيش. هوايات، اي حاجه، اكيد في جانب اخر. لا مش مرتبط بحاجه معينه. يعني مش بفرغ مثلا طاقتي ولا ذهني ولا مجهودي في حاجه معينه. لا انا خليني اقول لك السؤال بطريقه مختلفه. لما بنخرج بره الشغل خالص والله فهمه. والاداره فهمه. وبتقعد مع نفسك، بتحب تعمل ايه؟ تسمع مزيكا، تكتب، ترسم، تتفرج على حاجه، ايه؟ لا سافر. بحب اتفرج على افلام قديمه. بتفرج على ماتشات، حتى لو كانت ماتشات قديمه. بتفرج، او حتى ماتشات مثلا يعني مش في القسم الاول او الممتاز. بقلب في التلفزيون فممكن الاقي ماتش قديم، الاقي فيلم قديم. بتحب الافلام القديمه؟ احنا قبل كنا بنتكلم قبل ما ندخل فقرتنا انك بتحب الافلام القديمه. بحب الافلام القديمه. يعني اشمعنى بتحب ايه؟ مش عارف، هي مش مساله هوايه. ايه اللي بيشدك فيها يعني؟ كل حاجه. كل حاجه. السيناريو، الكلام، المسج اللي عايز توصل من الحاجه، من الفيلم او المسلسل. بص، مفيش فيلم قديم مش هتلاقيه الهدف منه مسج عايز توصل. مفيش حاجه في اي فيلم قديم هتلاقي انها بتنتهي، لازم تنتهي صح. يعني هتلاقي الخير هو اللي بينتصر في الاخر، او تلاقي الحق هو اللي بيبان في الاخر، او تلاقي الامور المبنيه على غلط انتهت بغلط. يعني هو مفيش حاجه ما بتبقاش زي ما الكتاب بيقول. اتنين، يعني صدق الناس وهم حتى بيمثلوا، يعني تحس ان انت مصدقاهم. يمكن الريتم السريع دلوقتي خلانا ما نديش الحاجه حقها قوي زي زمان. انا بشوف ان التكنولوجيا رغم ان هي المفروض تكون قربت الناس، هي بعدت الناس جدا. انت بتستسهل اي حاجه. زمان انت كنت بتعمل، بترتب نفسك وبتظبطها وبترسم امورك كلها على اساس ان انت مثلا رايح تزور حد، تقعد باليومين ثلاثه ترتب في الامور دي. النهارده لا، النهارده بمسج مثلا كانك زرته. يعني كده انت سالت عليه وسمعت صوته وشفته كمان. فقدت معاني حلوه كتير. يعني الهوايه اللي عندي ممكن تكون مرتبطه برضو بالكوره. انا بقالي قد ايه؟ انت بتتكلم يعني 1989 هجريه كانت 1409. يعني لما تلاقيها كده يعني. يعني حوالي دلوقتي داخل على كام؟ على المستوى الميلادي بتتكلم في 33 سنه، داخل في ال 34 سنه. وعلى المستوى الهجري بتتكلم في حوالي 35 سنه. فكلها ما اعرفش طريق تاني. يعني مش ما اعرفش اعمل حاجه تانيه. لكن الحته اللي انا مرتبط بيها هي الحته الرياضيه. يعني هتلاقي دماغي كلها داخله في الحته دي. طب بتفصل ازاي ده عن البيت؟ والله الحمد لله 400. يمكن ما بحاولش بمجرد خروج من النادي ان انا افكر في مشكله في النادي. لو هفكر في اقتراح، هفكر في فكره، هفكر في اضافه، اوكي. لكن حصلت مشكله وانت قدرتها وانتهت، مش حابب ان انا افكر فيها وتاخد من وقتي تاني، لان ممكن تتقلب معايا بشكل شخصي. فالشكل لو اخذت الامور بشكل شخصي كنفس بشريه، التوابع والنتائج هتبقى سلبيه. في حدث انا اختلفت معاكي. اوكي. وانا تقييمي ليكي في بدون نفسنا وبدون اي نوع من الشخصنه هو ده. فانا خدت قرار في ده. بمجرد ما بركب العربيه وبمشي وبروح بيتي خلاص انا ما بفكرش في ده تاني. لما بنكون مثلا خسرانين في ماتش وانت راجع بقى حالتك تبقى عامله ازاي؟ ليها طقوس اتمنى اغيرها. لان بروح ما بحبش اتكلم كتير، ما بحبش. انا لما اكون متضايق قوي ما باكلش خالص. ما بتاكلش خالص. وبخش الاوضه وبنام. يعني ودي حاجه على المستوى. سالت مره واحد دكتور صاحبي يعني، فقال لي مش صح. يعني مش صح ان الانسان ينام وهو زعلان. يعني مش صح. مش صح. بيقولوا هروب ساعات. يقول لك ساعات ان انت لما بتنام وانت زعلان بتبقى عايز تهرب من المشكله شويه، توقف دماغك لوقت او لفتره مش عايز تفكر فيها. ممكن. طيب عندك ربنا يخليهم لك ثلاث اولاد، مريم وتسنيم ويوسف. مظبوط. بتتعامل معاهم ازاي؟ يعني ساعات بنتعامل كصحاب. يعني ممكن في وقت ممكن
اخد حد فيهم اي حد ونفطر بره او نتغدى بره او نتعشى بره. في ساعات بحاول اعلمهم معنى المسؤوليه. يعني مش كل واحد مسؤول عن نفسه لا، لكن في جزء من حياتك لازم انت تديره بنفسك، يعني بنفس طريقتك في الشغل. بحب ان انت جزء من حياتك يبقى انت صاحب القرار فيه. ان ده يخصك فانت هتبقى صاحب القرار فيه، لان انت هتتحمل تبعياته. وفي اوقات بتبقى امور موضوع مناقشه حتى لو معايا. يعني في اوقات كتير جدا واحنا بنتغدى واحنا قاعدين مع بعض اخد رايهم في حاجه تخصني او في قرار انا عايز اعمله ومتردد فيه شويه. تمام، فاسمع ارائهم. فاعرف تفكيرهم واتجاهاتهم. طب مين اكتر واحد فيهم بقى تحس انه قريب منك؟ يعني مثلا طبعا كلنا كاباء ولادنا كلنا بنحبهم زي بعض، بس بيبقى في واحد كده قريب من مني اكتر، بيعرف ياخد مني حاجه بطريقه حلوه. صغيره طبعا. ايوه طبعا، يعني لما سئل حد، يعني الام زمان يعني فقالت لك الصغير لحد ما يكبر والعيان لحد ما ربنا يشفيه والمسافر لحد ما يرجع كده. فانت بالحكم اللي انت فيه ده الصغيره بتبقى ليها اسلوب كده معين. يعني بتعرف تاخد طلباتها كده بطريقه شوية حلوه شويه، بحكم كمان ان انت خلي بالك انا في شغلتنا، يعني ربنا يبارك لي في مراتي الصراحه، يعني شايل جزء كبير جدا جدا، او شايل لحد دلوقتي جزء كبير جدا من المفروض ان انت على الاقل تشارك فيه، مش عايز اقول تشيله خالص يعني، لكن هي شايلاه من الالف للياء يعني. وما بتحسسكش بده كمان. يعني ما بتحسسش. انت في اوقات كتير جدا ما بتشوفش ولادك بشكل منتظم، يعني ممكن ترجع وهم نايمين وتمشي وهم لسه نايمين، يعني ترجع وهم نايمين وهم يمشوا وانت نايم مثلا. يعني ففي اوقات ما بيبقاش في اتصال كتير. فدي امور انا شايف ان الست يعني لها دور كبير جدا جدا يعني.